غدا يوم النصف من شهر شعبان، وهو ليله ويومه، لهما فضل عظيم عند الله سبحانه، ومن المناسبات الأكيدة لزيارة الحسين عليه السلام، كما أن المشهور أنه يوم ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ومن هنا يحسن التعرض إلى بعض الخصائص التي تخص الإمام المهدي عليه السلام. وبهذه العجالة أريد التعرض إلى الحديث المشهور، وهو أن الانتفاع به حال غيبته كالانتفاع بالشمس إذا غيبها السحاب. وهذا معنى مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله.